وحول هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز من الأتارب عبر الأقمار الصناعية. إذن الاشتباكات التي دارت بين ميليشيات البري وميليشيات الفوعة وكفرية، إلى أين ضعنا في صورة أعداد القتلى والجرحى وأيضا الآليات التي تم تدميرها من قبل الطرفين؟ نعم، في الحقيقة هو اليوم الثالث على استمرار المواجهات العنيفة بين ميليشيات البري والتي تعتبر من الميليشيات المحلية التي كانت تقاتل إلى جانب ميليشيا أسد الطائفية على مدار 8 أعوام أو 7 أعوام الماضية، وميليشيات كفرية والفوعة التي استوطنت داخل مدينة حلب مؤخرا خلال الفترة الماضية بعد تهجير هذه الميليشيات من بلدتي كفرية والفوعة على أثر الاتفاق الأخير الذي جرى. حقا 3 أيام من المواجهات العنيفة جدا التي شهدتها الأحياء الشرقية لمدينة حلب. هناك تدمير دبابة للميليشيات الشيعية التابعة للميليشيات الشيعية في كفرية التابعة لكفرية والفوعة إن صحت التسمية، والمساندة من قبل الميليشيات التابعة أيضا لإيران بشكل مباشر من ميليشيات نبول والزهراء وغيرها، والميليشيات التي أحرز التقدم ميليشيات البري المحلية التي تمكنت خلال الساعات الماضية حقيقة بعض الأنباء تتحدث عن سيطرتها وإعادة سيطرتها على بعض الأحياء الشرقية بشكل كامل وطرد الميليشيات التابعة لكفرية والفوعة منها. حقيقة حاليا لو تحدثنا عن الأحياء التي تدور فيها الاشتباكات والمواجهات بشكل أساسي، شبيحة آل بري تتركزون في منطقة باب النيرب بالتحديد والمناطق المحيطة بها، المرجة، باب النيرب والصالحين، هي نقاط تركز وقوة لهذه لهؤلاء الشبيحة، وحقا يمتلكون أعداد كبيرة من المقاتلين، إضافة إلى قيام الميليشيات الشيعية التابعة لميليشيات كفرية والفوعة التي استوطنت في مدينة حلب مؤخرا بمحاولة السيطرة على عدد من النقاط في حلب الشرقية ومحاولة الاستيطان بها بشكل دائم. حقيقة مصدر الخلاف أو نقطة الخلاف الرئيسية حتى الآن ربما ما ظهر للعلن هو خلاف على موضوع ممتلكات أو موضوع مسروقات أو موضوع تقاسم نفوذ داخل أحياء حلب الشرقية، لكن لو تحدثنا عن نقطة هامة جدا ربما تكون الخلافات حاليا بين هذه الميليشيات حسب بعض الناشطين وحسب من يتابع الوضع عن كثب ويعلم ما يجري داخل مدينة حلب، هو خلاف أبعد ما يكون إلى موضوع نفوذ، هو خلاف ربما يكون روسي إيراني بشكل غير مباشر إن صحت التسمية. لو تحدثنا حاليا عن مدينة حلب، مدينة حلب تحكم بشكل أساسي منذ سيطرة ميليشيا أسد الطائفية عليها في شتاء 2016 بشكل كامل من قبل الأحياء الشرقية، أقصد من قبل ميليشيات تتبع لروسيا بشكل مباشر. ربما لا يكون لروسيا قد أعجبها خلال الأشهر الماضية وجود ميليشيات تتبع لإيران داخل الأحياء الشرقية التي لطالما حاولت روسيا أن تمتلك فيها كل النفوذ. حاليا المعارك استمرت لليوم الثالث، يتم استخدام فيها الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية بشكل مكثف بين القوتين. هناك تعزيزات أتت بشكل كبير من بلدتين نبول والزهراء باتجاه مدينة حلب والأحياء الشرقية بالتحديد التي تدور فيها هذه المواجهات أنا كنت أود أن أسألك بالتحديد عن التعزيزات التي وصلت للأحياء الشرقية لمدينة حلب لمساندة ميليشيا كفرية والفوعة بمعركها ضد ميليشيا البري، ضعنا في صورة تلك التعزيزات أكثر. نعم، حقيقة رصدت خلال اليوم الأول أو رصدت خلال اليوم الأول من المواجهات التي جرت بين ميليشيات البري وميليشيات كفرية والفوعة اتجاه بعض المجموعات من بلدتي كفرية والفوعة بتحريك ربما من الطرف الإيراني. نتحدث هنا عن ميليشيات تتبع بشكل مباشر للقوات الإيرانية. هذه القوات أو الميليشيات تتلقى أوامرها من الطرف الإيراني ولا تتحرك إلا بموجب أوامر مباشرة به، لذلك كما ذكرت رجح بعض الناشطين والمتابعين أن يكون الخلاف أبعد من خلاف على سلطة بين ميليشياتين أو حتى على ممتلكات. نتحدث هنا عن ميليشيات تتبع لجهة مركزية، حتى البري والشبيحة الموجودين داخل مناطق سيطرة ميليشيا أسد سواء كان في حلب أو حتى في دمشق وحتى في طرطوس والساحل جميعهم حاليا يتبعون لقوة مركزية يتبع ولاؤها المباشر للطرف الروسي أكثر من حتى ميليشيا النظام التي لا يتواجد لها أي دور في هذه النقطة. حتى الناشطين رصدوا وجود تعزيزات من الميليشيات الشيعية الخارج بلدتي كفاري والفوعة ونبل والزهراء من مناطق ريف حلب الجنوبي، وهي ميليشيات شيعية أتت من لبنان وأتت من مناطق عراقية
حاليا هذه الميليشيات تتجه ربما الى مدينه حلب لمؤازره القوات الشيعيه ضد الميليشيات المحليه الموجوده في هذه المنطقه. كذا ذكرت حاليا يجري الحديث عن خلاف ابعد من خلاف بين ميليشيتين، يجري خلاف حاليا، يجري الحديث ربما عن توتر روسي ايراني ومعركة بشكل غير مباشر تدار من قبل هذين الطرفين عبر الميليشيات الموجودة على الأرض من قبلهما. نعم، إذا شكرا لك على تلك المعلومات إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من الأتارب عبر الأقمار الصناعية.